يتقطع لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك. قطع لساني قبل ما جرس نادي الزمالك، ده الكلام اللي قاله عمرو الجلايني رئيس اللجنه الخماسيه السابق باتحاد الكره، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل، يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات جت في العارضه. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره في فيديوهات صغيره. عمرو الجلايني مفيش حد فينا ما سمعش الفيديو المسرب ليه او المكالمه اللي اتسربت ليه، انه طبعا بيجامل نادي الزمالك، واقف جنب نادي الزمالك، وطبعا لما بتكون في فلوس هتدفع من النوادي بيستثنى نادي الزمالك ودايما بيقف جنبه، على عكس طبعا الكلام اللي قاله امير مرتضى منصور. قال الراجل ان طبعا مفيش اي حاجه من الكلام ده كله، والكلام ده كله غلط وكذب، يعني ما كانش بيعمل اي حاجه. ده الراجل كان اي نعم هو زملكاوي، ولكن ما كانش بيعمل اي حاجه لنادي الزمالك، والحاجات الطبيعيه اللي كنا بنطلبها منه ما كانش بيعملها، على عكس طبعا ان هو بيقول ان انا كنت باخد الراتب بتاعي من البنك اللي هو بيشتغل فيه وبدفعه لنادي الزمالك. ده الكلام كله اللي اتقال. فطبعا في كلام كتير قوي في التسريب بتاع الفيديو، ولكن انا عرضت لكم النقطه دي بس اللي في اول الفيديو علشان اعرفكم بس الصح من الغلط. يعني باختصار كده، امير مرتضى منصور بيقول لك ان الراجل ده بيكذب، يعني عمرو الجناني كلامه مش صحيح وكله كلامه كذب وغلط، على عكس طبعا ان عمرو الجلاني بيقول لك ان انا حتى الراتب بتاعي اللي كنت باخده من البنك كنت بدفعه في نادي الزمالك، وكنت واقف جنب نادي الزمالك في كل حاجه اللي هم بيقولوا عليا ان انا طبعا اللي بحارب نادي الزمالك. ما تعرفش مين الصح ومين الغلط، ولكن انا حابب اتكلم في نقطه بسيطه خالص، وهي ان حاجه زي كده المفروض انها انت كزملكاوي ما تفرحكش، وانت كمان كاهلاوي ما تفرحكش، لان انت مثلا لو بتاع الزمالك فرح وقال لك ان في حد مثلا واقف جنبي، هيكتشف في الاخر ان بعد فتره هيجي مثلا حد اهلاوي واقف جنب النادي الاهلي، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا وكارثه بكل المقاييس بمعنى اصح. انا شخصيا شايف ان اتحاد الكره المصري ده يعتبر هو المدير الفني، وكل الانديه اللي تحتيه او اللي تنتمي ليه كلها دي اللعيبه بتاعته، يعني بمعنى اصح المفروض ان اي مدير فني يتمنى ان اللعيبه بتاعته تبقى في احسن مستوى ممكن، ويتمنى انه يقدر ياخد بيها كل البطولات على يعني بمعنى اصح كل اللعيبه بالنسبه له واحد، يعني اللي بيلعب في نص الملعب زي اللي بيلعب على الجوانب زي اللي بيلعب مش عارف باكات، ده كل واحد بالنسبه له. المفروض ان اتحاد الكره يبقى شايف ان كل الانديه بالنسبه له واحد، ما يبديش حاجه على حاجه ثانيه او ما يبديش نادي على نادي ثاني، ودي الكارثه الكبيره اللي احنا بنشوفها، وهيفضل في حاجات زي كده. وكل ما جاي هتلاقي واحد اهلاوي يقف جنب النادي الاهلي، وكل ما جاي هتلاقي واحد زملكاوي يقف جنب نادي الزمالك، ودي حاجه بصراحه تحزن اي حد اصلا، حتى ولو عنده انتماء لاي نادي او ما عندوش اي انتماء، دي حاجه ما تسعدش اي حد. فانت كزملكاوي ما تتبسطش بالكلام اللي قاله عمرو الجنايني او بالتسريب اللي قاله عمرو الجنايني، وانت كاهلاوي ايضا المفروض ان انت تبقى خايف ان الموضوع ده يتكرر تاني او الموضوع ده يحصل تاني. ده كان موضوع عمرو الجنايني باختصار شديد. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس.